السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم القرارات الجديدة للمملكة العربية السعودية في مجال الاقتراب، حيث كشفت الداخلية السعودية في بيان لها عن قرب موعد انتهاء المهلة المتصلة بالمخالفين في نظام الإقامة والعمل داخل المملكة العربية السعودية، وانتهاء الموعد في 23 أغسطس 2021 ميلادية. وتدعو الوزارة الجميع لتصحيح أوضاعهم لعدم التعرض للعقوبات والمخالفة بأثر رجعي، وقد حذرت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالمبادرة عن الإبلاغ عن المخالفين بنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود. ووجهت الوزارة بحسب بيان لها بضرورة الإبلاغ، وذلك بالاتصال عبر رقم 911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وبرقم 999 لجميع مناطق المملكة. وأكدت الوزارة أن الأنظمة المرعية في المملكة تعاقب بعقوبات تصل إلى مدة سجن 15 سنة وغرامة قد تصل إلى مليون ريال لكل من يسهل دخول المتسللين إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو توفير المأوى لهم أو تقديم المساعدة لهم أو خدمتهم بأي شكل من الأشكال. وأضافت الوزارة فضلا عن ذلك ستقوم بمصادرة وسيلة النقل والسكن والتشهير بمن فعل ذلك، محذرة بأنها تعتبر هذا التصرف من الجرائم الكبيرة الملزمة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة. وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 5.6 مليون مخالفة في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الفترة من بداية الحملة في 15 نوفمبر تشرين الثاني 2017 ميلادية إلى 16 يوليو حزيران 2011 ميلادية. وخلال تلك الفترة تم ضبط 4,014,000 مخالفة لنظام الإقامة فقط، وأكثر من 13,000 مخالفة لنظام العمل، فضلا عن ضبط أكثر من 5,000 حالة مخالفة لأمن الحدود. وتدعو الجميع إلى سرعة تصحيح الأوضاع قبل أن تنتهي المهلة المقررة لها يوم 13 أغسطس 2021 ميلادية، وإلا سوف يتم إصدار العقوبات والمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الإبعاد والتوقيف. أتمنى أن لا تنسوا وضع اللايك والشير دعما لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.